طيب ايه تاني عاوزين نتكلم عليه؟ عاوزين نتكلم في المهم، عاوزين نتكلم في التخبيط اللي على حق. يعني ايه بقى يا سيدي التخبيط اللي على حق؟ والكابتن اكرامي هو استفز جمهور نادي الزمالك، واستفز ادارة نادي الزمالك، واستفز الدنيا كلها. كابتن اكرامي ليه؟ كابتن اكرامي طلع بتصريح ليس حقيقي بالمرة، وقال ان رمضان صبحي يرفض اللعب لنادي الزمالك، وان رمضان صبحي يتمنى ان يلعب في النادي الاهلي. لازم الكابتن اكرامي يقول كده، ولازم الكابتن اكرامي يطلع الكلام ده ارضاء للجماهير اللي هو بينتمي ليها، وارضاء للادارة ان هو بينتمي ليها. فده طبيعي ان الكابتن اكرامي يقول كده. انما الحقيقة الزمالك لفاوض رمضان صبحي، وكان الموضوع عبارة عن وكلة، والزمالك لما تسأل قال رمضان لعيب كبير ويشرفنا، انما الزمالك لم يقدم عرض رسمي لبيراميدز عشان يشتري رمضان صبحي. الزمالك قدم عرض رسمي لعمر جابر ودونجا، ودخل خبط على الباب اخد الاتنين لعيبة، دفع الفلوس، شكرين يا بيراميدز. فالزمالك لم يقدم عرض رسمي لرمضان صبحي، ده رقم واحد. رقم اتنين، رمضان صبحي مستواه حاليا لا يؤهله للعب النادي كبير، بدليل عدم انضمامه لمنتخب مصر. لعيب ما بينضمش لمنتخب مصر، فانت هتاخده تعمل بيه ايه؟ طيب رمضان صبحي انت يا عم محمد بتفتري عليه ليه؟ هات الارقام. رمضان صبحي جايب كام هدف السنة دي؟ طب رمضان صبحي عامل كام اسيست السنة دي؟ ما انت بتقول لي انت بتتجنى على رمضان. هنفترض يعني حد بيقول لي يا عم محمد انت متحامل على رمضان. طيب والله قلت الكلام ده من ساعة ما كان في كلام وكلة ما بين الزمالك ورمضان، قلت ان رمضان مستواه هابط، رمضان مستواه مزري. جاب كام جون؟ عمل كام اسيست؟ تعرف اللعيب ده كويس ولا مش كويس؟ فده ما حصلش، ولا رمضان عاوز يرجع الاهلي، ولا الكابتن اكرامي هيحرم بنته اللي هي زوجة رمضان. يعني بنته كان جوزها بياخد في السنة 30 مليون، هيجي الاهلي ياخد 10 مليون يحرم بنته من 20 مليون جنيه في السنة؟ فاذا كان اللي بيتكلم يبقى اللي بيستمع هذا كلام غير حقيقي. والله العظيم رمضان ما عاوز يرجع الاهلي، انا بحلف لك بالله العظيم عشان تصدقني، رمضان مش عاوز يرجع الاهلي. ورمضان لما طلع، وانا مش هصدق الكابتن اكرامي وكدب رمضان لسانه هو اللي قال كده، رمضان طلع على قناة ام بي سي قال انا محدش بيمشيني، مع احترامي للكابتن اكرامي، ولكن قراراتي من دماغي. ده رقم واحد. رقم اتنين، رمضان صبحي بيتسأل طب اغنية ابن النادي والنادي الاهلي؟ قال لها ولا اغنية ابن النادي ولا حاجة، ودي اصلا كانت اغنية كده بغنيها عشان المخرج قال لي يغني الاغنية دي، وده كان اعلان وراح لحاله. ورمضان صبحي يعني لما مسكوله الجنيه وجمهور الاهلي قاعد يتريق عليه في المدرجات ومسك له الجنيه، رمضان بعدها طلع يتريق على جمهور الاهلي. فرمضان مش باكي على حاجة، ولو كان عايز الاهلي طب سابه ليه؟ عشان الفلوس. فالكلام ده هقص. وحتى لو رمضان، هفترض يا سيدي رمضان عاوز يروح الاهلي ورمضان ما بينامش الليل عشان يروح الاهلي، حاضر، الاهلي هيطلع 5 مليون دولار ويشتري رمضان صبحي من بيراميدز 100 مليون جنيه؟ اي نعم الاهلي بيشتري لعيبة، اتنين لعيبة، واحد ب1.5 مليون دولار، والتاني هو الاهلي بيشتريه دلوقتي ب1.7 مليون دولار، وفضل لهم شهرين ثلاثة ويشتريهم فري. ظهر الاهلي عنده نهائيات الشهرين دول هيخلصوا، عنده مباريات نهائية الشهرين دول هيخلصوا يعني، فالاهلي مستعجل. الاهلي دفع حوالي 3 مليون دولار في اتنين لعيبة، واحد موقوف 6 شهور والتاني ارقامه يعني ما تجيش، يعني ما تعملش ارقام مدافع، ولكن صعب جدا يدفع 5 مليون دولار في صفقة رمضان صبحي. فاذا كان اللي بيتكلم يبقى اللي بيستمع ايه؟ طيب ده بالنسبة لإكرامي او الكابتن إكرامي المحترم ورمضان صبحي. الجدول الدوري بنسبة كبيرة هيبقى يوم 8 اكتوبر، وبداية الدوري اعتقد هتكون يوم 18 اكتوبر. زي ما قلت لكم
ان يوسف البلايلي بعيد تماما عن نادي الزمالك. اللعيب اتعرض من الوكلاء على نادي الزمالك يوسف البلايلي، ولكن الزمالك لقى اللعيب مرتبه غالي، لقى اللعيب مشاكله كتيره، لقى اللعيب في سنه انتقل مش عارف لثلاث انديه، كان بيلعب في السعوديه وبعد كده راح قطر وبعد كده راح نادي فرنسي اسمه بريست. فيوسف البلايلي صفقه، وبعدين هيجي الزمالك بدل مين؟ يعني سامسون في منتخب بنين وجاي عشان يعمل الاختبارات الطبيه وينضم لنادي الزمالك وينضم للتدريبات، هيجي بدل مين؟ وسامسون مش هيتباع ولا هيطلع اعاره، هي سامسون هو اللعيب الاجنبي الخامس لنادي الزمالك. فما فيش يوسف البلايلي وما فيش الناس اللي بتطلع بتقول الكلام ده، وانا طلعت اول امبارح قلت لكم يوسف البلايلي يعني اتعرض، ولكن الزمالك لم يوافق على يوسف البلايلي. طيب عاوز اتكلم بقى على امير مرتضى مصمم على صفقتين، امير مرتضى مصمم على صفقتين، وامير لو ما عملهمش دلوقتي هيعملهم الشهرين ثلاثة اللي جايين وهيتأيدوا في شهر يناير. ايه هما الصفقتين دول؟ امير بيدور على اتنين لعيبة افارقة اللي هما تحت السن، لعيب مواليد 2001 ولعيب مواليد 2003. طب مراكزهم ايه؟ هقول لك المراكز بتاعتهم. لعيب بيلعب رقم 8 ولعيب بيلعب وينج ليفت، وينج ليفت ولعيب بيلعب رقم 8. الاثنين لعيبه دول امير بيدور عليهم واتكلم مع شركات تسويق واتكلم مع وكلاء في القاره الافريقيه عشان يتجاب اتنين لعيبه، بشرط انهم يكونوا لعيبه منتخبات في البلاد بتاعته، يعني منتخب زامبيا، منتخب غانا، منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، يكونوا لعيبه دوليه، يكونوا لعيبه دوليه. ده بالنسبه للنجم او الاتنين نجوم اللي الزمالك بيتفاوض معاهم. طيب تعالوا بقى ندخل على حاجه تاني. الزمالك او مش الزمالك بقى، عمرو السيسي وناصر منسي وعبدو يحيى، الثلاث لعيبه دول ضغط غير طبيعي. عبدو يحيى بيضغط على المحله، وناصر منسي بيضغط على البنك الاهلي، وعمرو السيسي بيضغط على طلائع الجيش بشكل كبير جدا جدا. ليه؟ عشان خاطر الثلاث لعيبه دول مصممين على الرحيل لنادي الزمالك، وناصر منسي فتح الكلام تاني عشان يجي نادي الزمالك، ومتضايق جدا بسبب تمسك إدارة البنك الأهلي بنادي يعني متمسك بيه البنك الأهلي بدرجة غير طبيعية. عبده يحيى قريب 2-3 مليون، عمرو السيسي الجيش متمسك ب 20 مليون جنيه، ولكن الثلاث لعيبة دول ضغطين بشكل كبير جدا 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 على إدارة الأندية بتاعتهم عشان يعني يقربوا من نادي الزمالك. وانا بحب بصراحه اللعيب اللي عاوز الزمالك، وبيعجبني يعني اللعيب اللي عاوز نادي الزمالك.